عندما نغوص إلى عمق المحيطات ونصل إلى القاع نجد وحوشا أشرس وأزكى، فلا يستطيع العيش هناك إلا من يمتلك القوة والشجاعة. فماذا تتوقعون يا أصدقائي عندما يواجه مفترس مثل القرش أخطر الحيوانات مثل الأخطبوط؟ فمثل هذه المعارك تحمل الكثير من النتائج. لتعرف الإجابة أكمل معنا هذا الفيديو. قبل أن نبدأ لا تنسى يا صديقي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لتدعمنا في تقديم المزيد. من المدهش أن الأخطبوط هو أحد أقدم الكائنات التي لا تزال على وجه الأرض حتى اليوم، حيث أن هذا الحيوان سبق الديناصورات على هذا الكوكب، فيعود تاريخ وجوده بنحو 296 مليون سنة. فتخيل معي يا صديقي أن هذا الحيوان قد نجا من أخطر حوادث الانقراض على هذا الكوكب. هذا يدل على قدراته اللامحدودة. عندما تنظر للأخطبوط لأول مرة لن تتخيل أبدا أن هذه الكرة المرنة التي تتحرك بلطف هي أذكى قاتل في قاع المحيطات. فسنعرض لكم اليوم ما الذي يجعل هذا المخلوق خارقا ومميتا. أهم قدرات هذا الوحش هو السم، حيث أن جميع أنواع الإخطبوطات سامة باختلاف درجة هذا السم من نوع لآخر. فبعض الأنواع تستخدم نوعا ضعيفا من السم الهدف منه شل حركة الفريسة، فيكون درجة هذا السم غير قادرة على قتل شخص بالغ. لكن عندما يتعلق الأمر بالإخطبوط ذي الحلقة الزرقاء والذي يصل طوله إلى حوالي 20 سنتيمترا، فإن هذا الإخطبوط ينتج نوعا من السم هو الأشد فتكا على هذا الكوكب، فهو قادر على قتل 30 شخص بالغ في وقت واحد. والمرعب في ذلك أن ضحايا هذا الإخطبوط لا يشعرون حتى أنهم تعرضوا إلى العض حتى يسقطوا ميتا، حيث أن سم هذا الإخطبوط هو سم عصبي يعمل على غلق الرئة وإيقاف التنفس. ولم يصل العلماء حتى الآن إلى مضاد لسم الإخطبوط ذي الحلقة الزرقاء. فإن حدث وقابلت مثل هذه الأخطبوطات فلا تفكر في لمسها. يتم إنتاج هذا السم في غدة تسمى الغدة السامة، ويطلق الإخطبوط هذا السم من خلال منقار الإخطبوط الشبيه بالبغبغاء نحو الأعداء. القدرة الثانية امتلاكه ثمانية أزرع، علاوة على أن هذه الأزرع بها عضلات قوية فهي مزودة بعدد كبير من الماصات. تستطيع الماصة الالتصاق على جسد الحيوانات، ويمكن لكل ماصة أن تحمل حوالي 15 كيلو جرامات. هذا يمكن الإخطبوط من الإحكام على قبض فريسته، بالإضافة إلى أن هذه الماصة يمكنها التقاط إشارات كيميائية تمكن الإخطبوط من استيعاب البيئة المحيطة به. ولا تتوقف قدرات هذه الأزرع عند هذا الحد، فهذه الأزرع مزودة بقدرة خارقة وهي سرعة النمو. فإن حدث وفقد الإخطبوط إحدى أزرعه في المعركة فإن هذه الزراع تنمو في غضون أسابيع قليلة. القدرة الثالثة الذكاء، هذا المخلوق يمتلك قدرا عاليا من الذكاء، والسبب وراء ذلك هو امتلاكه 9 أدمغة. يا لروعة الخالق، حيث يتكون جهازه العصبي من دماغ مركزي، وفي قاعدة كل ذراع يوجد دماغ، وهذا هو السبب في أن الإخطبوط يمكن أن يقوم بمهام متعددة مع كل ذراع في نفس الوقت. يستخدم الإخطبوط ذكاؤه أيضا في التخفي وسط الصخور،
والتغطية بالصدف، ويساعده في ذلك عدم امتلاكه العصب، بالإضافة إلى أنه قادر على تحديد الوقت المناسب في الهجوم على الفريسة واستخدام تكتيكات طبقا لمتطلبات البيئة التي يصطاد فيها. انظر معي يا صديقي كيف يستخدم هذا الأخطبوط ذكاءه في استخدام الصدفة في التخفي وانتظار الوقت المناسب في الهجوم على الفريسة. يستخدم حواسه في تحديد مكان الفريسة ثم الهجوم بكامل سرعته. يمسك فريسته بقوة عضلاته وقوة المصة ويقضي على فريسته باستخدام سمه. وقدراته لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يستطيع هذا المخلوق تغيير لون جسده ليصبح مطابقا للبيئة المحيطة به، فيستخدم هذه القدرة في التخفي أثناء صيد فرائسه. ويستطيع إفراز الحبر الأسود، حيث أن كل أخطبوط مزود بكيس لتجميع الحبر. عندما يكتشفه الخصم سيطلق الأخطبوط فجأة كمية من الحبر لإخافته وإعاقة رؤيته حتى يتمكن من الهرب. بعد أن عرفت يا صديقي جميع القدرات التي تمتلكها الأخطبوطات، سنعرض لكم بعض المعارك الحقيقية التي تم تصويرها في قاع المحيط. المعركة الأولى، أخطبوط المحيط الهادي الأملاق ضد قرش كلب البحر. هناك أنواع عديدة من الأخطبوطات تصل إلى 300 نوع. أضخم هذه الأنواع أخطبوط المحيط الهادي الأملاق، حيث يبلغ طوله 9 أمتار. ولتتخيل معي ضخامة هذا الأخطبوط، فطوله يساوي ارتفاع مبنى سكني مكون من 3 طوابق، ويزن حوالي 70 كيلوجرامات. المقاتل الثاني، قرش كلب البحر، يبلغ طوله حوالي 1.1 متر ويزن حوالي 9 كيلوجرامات. هذا المفترس يمتلك قدرة خارقة، وهي رصد الموجات أسفل الماء على مسافة تصل إلى 100 متر. تبدأ معركتنا بأن الأخطبوط يختبئ بين الصخور. يرصد القرش موجات حركته فيتوجه نحوها، ولكنه التوقيت الخاطئ. يمد الأخطبوط ذراعيه ويلفهم حول القرش، وباستخدام قوة عضلاته وقوة المصة لا يستطيع هذا القرش الهرب، فيحقن الأخطبوط سمه ويقضي عليه. المعركة الثانية تدور بين الأخطبوط المقلد والقرش الأزرق. الأخطبوط المقلد، والذي يصل طوله إلى 60 سنتيمترا ويزن حوالي 9 كيلوجرامات. القرش الأزرق، الذي يصل طوله إلى 3 مترات ويزن حوالي 100 كيلوجرامات. بينما كان الأخطبوط يختبئ بين الصخور، رصدت سمكة القرش باستخدام حواسها حركة موجات فتوجهت نحوها، ولكن هذه المرة استطاع القرش تحديد مكان الأخطبوط، فيهجم القرش باستخدام فكه الحاد على الأخطبوط. فيسرع الأخطبوط بتوجيه أذرعه نحو فم سمكة القرش. هذا القرش أحكم فكه على الأخطبوط وقضى عليه، فتنتهي هذه المعركة بفوز القرش. هذه المعارك يا صديقي التي استطاع الغواصون تصويرها. فإن كنت تريد معركة تخيلية والتي تجمع بين أضخم الأخطبوطات، أخطبوط المحيط الهادي الأملاق، وأخطر أسماك القرش، القرش الأبيض، والتي ستكون معركة حماسية، اكتبوا لنا في التعليقات.